بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه، ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. درسنا كتاب أصول السنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ودرس السدحات وحن كسوة هذا الله حسنه وحير بدر يبقى وحير قاب وحن نود ما يجي ونكسوة هذا الليني قدرت إن قفك ورميه إيوه قفكوا إنان أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وقدرت كهل ليس أحاديث تكسو أرورتي إلهي سبحانه وتعالى صفات كيسا إيو أحاديث كهل ليس قدرت وحينو كسو هذا اللي إنه شيخ تلمامي إن لقد دوضه أما لقد مرمى معه إنت وحك قال لي موضوع كلا أو كسا بس القرآن القرآن الله سبحانه وتعالى كلام كيلة هي هي وأنه مخلوق أهين وحل الله أبو ريان وهين وحيد مسألة هاجا حل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ولبا السجى لبذا لو جارسيه لو حري حلقي دولة عباسيين تا رج خلفاء قيب كمدها مأمون يا معتصم يا واثق حل يضودي حل جاس هن تاجند بهيد ودتك يعني أهل البدعة يورنجرين قرآن كا ومخلوق بيورنجرين وأهل أبو ري إمام أحمد رحمه الله تعالى سبو حجري حد يعني كنت جاي ورنا يبكى يده الحريه قرآنك معها مخلوق وحلا أبوري معها كلامك الله سبحانه يعني كلامك الله سبحانه وتعالى وحلا أبوري معها تاسو مركا الله وحويري مركا والقرآن وقرآنك كلام الله إلهي كلامك سويه وليس بمخلوق قرآنك معها مخلوق معها مثل أبوري معها ولا يضعف قفك يانو كعاجس كضعيف كتبرقب أن يقول إنه جراهده ليس بمخلوق قرآنكم مخلوق ما فإن كلام الله إلهي كلام كيسو ليس ببائن مد الله كبحسن ماها منه حقيسا وركا يعني سينقنا قرآنكم وإلهي سبحانه وتعالى كلام كيسي إلهي بأوحي يوذي أدو مديسا إلهي النبي الله موسى أبو الله الضي إلهي النبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وهبين كل دي النبي عليه الصلاة والسلام إلهي الله الضي هذا الك إلهي سبحانه وتعالى أما كلامك الله سبحانه وتعالى وصفة كمال ويا وأنا صفة وحوية إلهي سبحانه وتعالى صفات كيس كمدة صفات كيس أزلقة الله سبحانه وتعالى بكمته مركوفك إنه يعني كلامك ديده إنه صفة الله سبحانه وتعالى أي تهين ديده معها وحبنان ومع ذلك القرآن كونه إنه كلامك الله سبحانه وتعالى كلام كنا الله حقيس أبوك هذا يعني قرآن كنا الله حقيس أبوك هذا ما هو مخلوق ما هو قرآن الله سبحانه وتعالى مركز شق واحد ويري وليس بمخلوق ما هو مخلوق وليس منه شيء قرآن كوحكم إذا مجرى أو مخلوق مخلوقة إلهي سبحانه وتعالى كلام كيس وحكم إذا مخلوق مجرى وإياك وحيدين كلا دقايا أنا كذا دقايا يوم مناظرة من أحدث فيه دود الله دوده قف أرنكا سوكر بي أو ليمي
of arriga soo kordhiyay oo la yimid marka mu'tazilada iyo jahmiyada iyo baatiniyada iyo rawaafida nimanka la yiraahdo oo shiicada nooc kamida iyo khawaarijta iyo kuwaas ba aad u qabay arrimaha noocaas oo kale uu ka hadli jiray marka tiibu nooga digaya qofka yiraahda lafdiga makhluuqa iyo waman waqafa fiihi qofki istaaga oo kala cadeyn waayo oo yiraahdo inuu anugu garan maayo inuu qur-aanku makhluuq yahay inaanu ahayn waxa laga hadlay dadka oo cilmigaaba laga hadlay maaha qofka iska caamigaba iyo waman waqafa fiihi qofki ka istaaga oo yiraahdo anuu kala garan maayo inuu qur-aanku yahay makhluuq in kale oo faqaala yiraahda laa adri ma garanayo makhluuqun qur-aanku ma wax la abuurayba aw laysa bimakhluuqin mise wax la abuuray ma aha wainama huwa kalaamu llahi ilaahay kalaamkiisi weeye fahaada saaxibu bidcatin qofkaas waa saaxibu bidca weeye waxa la rabaa qofku inuu gooyo oo yidhaahdo qur-aanku waa kalaamkii ilaahay makhluuqna maaha laakiin inuu yidhaahdo maaragtay an ma kala garanayo inuu makhluuq yahay inaanu ahayn arrinka isagahay qofkaas waxay u geynaysaa inuu saaxibu bidca noqdo mithlu man qaala wuxuu la mid yahay qofkii yiri huwa makhluuqun qur-aanku makhluuq weeye wainamaa huwa kalaamu llaahi qur-aanku ilaahay kalaamkiisi weeye laysa bimakhluuqin qur-aanku ma aha wax yacani la abuuray maaha hadalka yacani xaasilkiisu waxa weeye saan sheegay xilligii axmed ibni xambal bay arrintan dhacday oo lagu dooday ilaa lagu xiray oo lagu yacani ciqaabay inuu mar yiraahdo qur-aanku makhluuq weeye wuxuuna soo istaagay inuu yihahdo qur-aanku waa kalaamka alla subxaana wa taala xaggiisa ka ahaday makhluuqna maaha marka qofku waxaa la doonaya inuu taa la ogaado baa la doonaya faqrada ku xigta aliimaanu biru'yati yowma alqiyaama xalay waxaan ka soo hadalnay in la rumeeyo yacni in ilaahay subxaanahu wa tacaala adduunkaan lagu arkaynin adduunka inaan lagu arkaynin baynu xalay ka soo hadalnay intana wuxuu ka tilmaamayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala in la arkayo maalinta qiyaamaha waxa uu yidhi waliimaanu in la rumeeyo annaga caqiidadeeda waxaa ka mid ah waa caqiidatu salaf saalix saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam caqiidadoodii waliimaanu in la rumeeyo biru'yati in la arkayo allah subxaanahu wa tacaalaa yowma alqiyaamati qiyaamaha xale waxbaan ka soo tilmaamay markuu qofku jannada galayo allah subxaanahu wa tacaala inuu arkayo marka arrinta isaga ahi in qofku ictiqaadsan yahay weeye kama ruwiya can nabiyi sal allahu calayhi wasalam si nabiga calayhi salaatu wasalaam loogu wareeyey min alaxaadiidi saxaax axaadiistii saxaax ahay sida loogu wariyey nabiga calayhi salaatu wasalaam in ilaahi subxaanahu wa tacaala aakhira la arkayo taa xalay baan ka soo hadlay waxba ku dheeraan maayo ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaan ku tilmaamnay aayaadka ka hadlaayey allah subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa liladiina axsanuu xusnaa wa ziyaada oo nabigu ku macnaeyey inay tahay ilaahay aragtidiisa subxaanahu wa tacaala qiyaama liladiina axsanuu kuwa wanaagga sameeyey waxay leeyihiin alxusnaa oo jannadii ah iyo wa ziyaada siyaadana waa leeyihin marka qiyaamaha waa lagu arkayaa waxaynu soo sheegnay oo kale adduunka marka la joogo alla inaan lagu arkaynin adduunka marka la joogo qofku inuusan lahayn awood allah subxaanahu wa tacaala uu ku arki karo micnaha qofku ma aha iskama celin karo allah subxaanahu wa tacaala raggiisa marka sheekhu inta wuxuu ku tilmaamay wuxuu yidhi intaa markuu sheegay wa anna annabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam qad ra'aa rabbahu rabbigiisii buu arkay fa innahu ma'thuurun can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga bay ka sugan tahay laga soo naqliyey saxiixun weeye intaa marka wuxuu yidhi nebigu rabbigiis buu arkay waan adduunka waxaynu soo niri adduunka ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu arki maayo intaana sharxin marka wuxuu keenay sheekhu laba xadiis buu keenay saddex sanad meelahaasuu keenay oo tilmaamayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala nebigu inuu alla arkay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay rawaahu qataada wa taabicigaas an cikrama can ibni cabaas cabdillahi ibni cabaas baa laga wariyey buyi wa rawaahu xakam ibni abaan can cikrama can ibni cabaas saasna waa lagu wariyey wa rawaahu cali ibni zaydin can yuusuf ibni mihraan can ibni cabaasin saddexdaas sanad buu keenay kulli cabdillahi ibni cabaas laga warinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu allah subxaanahu wa tacaala arkay adduunka micnaha
والحديث عندنا على ظاهره بركة أحمد بن حنبل وحيري حديثك أنا أكتينا على ظاهره سيدا سوي بمقاضينا ظاهر كيسا النبي أكي الله سبحانه وتعالى دونك أكي بركة وحيري حديثك على ظاهره وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم والكلام فيه إن لقاه الله أنا وهذا اللي قال يعني بدعة بدعة ويه ولكن نؤمن به وهمينا كما جاء على ظاهره سيد حديث كان ويه بظاهر كيس ولا نناظر فيه أحدا قفنا كل دود من قفنا كل دود من مرك سؤال شو حوي إلهي سبحانه وتعالى نبيه إلهي سبحانه وتعالى ما أركي أرنت آخرون كسر هذا المؤمنين إن الله سبحانه وتعالى أكدونا لك أدوك ما كل جوجي نبيه إلهي سبحانه وتعالى ما أركي حديث تهضأ الشيغي سنة كوضا إنك سوء ضعف كجره لكن واحد لول لحنا يا نبي عليه الصلاة والسلام آيات القرآن كورنا يسمى كذب الفؤاد ما رأى نبي هبيك للمي نبي عليه الصلاة والسلام هبيك للمي وحاول لي يا مسلم حديثه كان يوم أنه رأى ربه يعني كتاب كيسا يا مسلم أنه رأى ربه بفؤاده مرتين إلهي سبحانه وتعالى يعني نبي رب جيس بو أركيل لبقر بفؤاده قلب جيس يعني أرى جيسك مارك وحكى له جرتي عائشة رضي الله تعالى عنها وأركى له ودي سل آية داس وحلو جيري نبي هبيك إلهي هبيك النبي قال ده المي إلهي ما أركي إلى واتو نبي عليه الصلاة والسلام يعني سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إلهي وكهل النبي عليه الصلاة والسلام مكل للمي واتئوا إلهي سبحانه وتعالى قرآنك يعني كسر قادة لوسو بيك صلاة مك إلهي وهذا الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى مر بوهذا الله واتو النبي كنت صلاة لوني ومر بقيب لقعدناي ومر بالله أنت الله تك مك إلهي وهذا الله لكن ما أركي النبي إلهي ما أركي سبحانه وتعالى سواش أيضا علماء يعني خلاف وين باجره لكن سيدة راجحة وحوي إنان وأركين سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها حديث كهذا أي شيء إنه إلا ذا وحدي حديث عائشة مسروق وأرضي أرضي كذي كم ذاها تابع أسبوع كتري ثلاث من حدثك بهن صدح وحيارات قفك هو شيء قال فقد أعظم على الله الفرية قفك إلهي وبين كويني إلهي وبينك شيء سبحانه وتعالى إلهي وبينك شيء صدح وحيارات قفك كولي ما ذوق هو شيء قال واحد وقعتها إنه إلهي سبحانه وتعالى بيني وحكم ذا مقصد خاص قف الصدق من قال قفك إرادة إن محمد رأى ربه نبي محمد بربك يسألك قفك إرادة نبي عليه الصلاة والسلام بربك يسألك قفك إرادة فقد أعظم على الله الفرية بينه الله سبحانه وتعالى دوشي كشير إلهي كبير أبو وطي سبحانه وتعالى أنت أمرك يتري فقال مسروق تابعي سؤال شويدي أو حكيري أمهليني يا أم المؤمنين عائشة يعني بويد المؤمنين تاي أكاذبي أكاذب أليس الله يقول ألم يانو أوران ما كذب الفؤاد ما رأى قلبي سوحه أكيما بيننا أيو ما ألم يوسن أوران ولقد رآه نزلة أخرى ولقد رآه أركي نزلة أخرى مركل أركي سو يلا القرآن كسوكم أوران قالت له مركل سوحي كتري أنا أول هذه أمة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قفك أهري ومدانو نبي قوي دي سيبانها أنا ودي نبي آيات داني وحل هذا ولقد رآه نزلة أخرى نبي قوم مرلبات بو أركي مرلبات بو أركي مركل محو أركي معلو أركي مرك وحي تري أنا قال النبي قوي دي وقالت وحي تري ذاك جبريل جبريل بنبي عليه الصلاة والسلام رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل بوهايو نبي أركي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنبي عليه الصلاة والسلام الشيغي رآه في هيئته التي خلقها الله سبحانه رآه أركي في هيئته قاب كي سيبك أرك جبريل نبي عليه الصلاة والسلام أنت بدأ وحي إيمان جري سوى قفعة سوى قفعة بو إيمان جري مر مركة قاركوت دحية صحابي الأورنجري بأسره كيسين جري والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيمان جري
وذكرني سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث معروف كاه ونبي قال له ودينا يا جبريل قوي ماني ولي هاي ولي صحابي النبي عليه الصلاة والسلام أنه ولدنا ما لما ما كم دبانين تميس آدم مدويه دار عد عد قوابا نويمي نبي عمر كمان رتي الله فريستي وهو دي مال الإسلام مال الإيمان مركو تجيب نبي وحجري وجبريل بوها وحيد كويمي إنه نبره دين تينا مركا قف بيسوق السنجري لا بقر كريه أي نبي عليه الصلاة والسلام أك جبريل هيأدي الله كأبر سبحانه وتعالى وطولها ما كان لحب وقل أقرب لي لحب وقل أقرب لها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في هيئته نبي قوح أرك جبريل هيأدسي التي هيأدسه خلقه الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وأبوري عليها دوشي مرة الله بقر نبي الله بقر بجبريل أركي هيأدسي وأبوري وملأك نموله يسوهم يعني سمدا كسو دقاية أو قريي جيسكا إلى جيسكا قريي وين أنا مكقبه أي قريي لعدم خلقه أبو رست الله أبو ري يعني جبريل وين أنت الأول أي قريي يعني جيسكا إلى جيسكا أي قريي أنت هتقدم ميسا ما مغني عرك إنه تنو مغني وين أنتس مركع عديس كروح تلمامي نبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى ما أنا أرك وأنا سيد راجح ويا حديث كلا واحد جل الويدي أبي درر رضي الله تعالى عنه ولي النبي قال الويدي ولويل إلهي ما أرث سبحانه وتعالى هذيك الأبوة المي قال ما كوحي نور أن رآه يعني استبعاد ويا وفوقي سنايا نور باركي سيبا الله أركبير نور باركبير نور بارك إذ يغشى صدرة ما يغشى إذ يغشى صدرة ما يغشى سمارتها نور بان أركبي الله سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام مرك حديث ثاني وحي كتوس هيان كل قوت أنت المان هدى النبي عليه الصلاة والسلام هبيك الله دي المي إنان الله سبحانه وتعالى أرك الحديث ده أكيانا لبدا حديثه أكيانا سنة كاه وقت هذا عكرم الله قول رايو عمنا عباس سنة كو ضعيف ويان الحاسي قف وحل ربعين رميو قف مؤمن كاه إلهي سبحانه وتعالى قيامه لو اركيو الله سبحانه وتعالى جنة الله سبحانه وتعالى لو اركيو لكن ادوك انت لا جوجو الله ان لا اركي حالا سو دويشدي او اني شيغي ادوك ما كلا جوجو نبي الله موسى والله سبحانه وتعالى توس وهدلي اسو الله هدليه و جعلستاي و ابوغي الله سبحانه وتعالى هدلي الله هدليه مركاس و هو ويديستاي انو اركو الله يوم كو اركبو الله سبحانه وتعالى مركو يري لن تراني يا اركمسد ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني لكن بورتا هيك هذه بورتا سي بوس كده كو اولاتو انو ارك دونتا فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الهي بركو يسفيد استوسيه بورتي بورتي وبابا وبورتي فخر موسى صعقا ما موسى نقول عيسى صح بور وين او هم امكي بابا داي بركو ارك بورتي بور بور سنه غرانيسان يعني كلا قحيده يي ججب كده غرانيسان مركه waxaa weeyaan nabiga kaleey salaatu wa salaam ilaahi subhanahu wa ta'ala inta adduunka joogay ma aanu arag markii la rumeyo way allah subhanahu wa ta'ala arkay maalinta qiyaamaha faqrada ku xigta al iimaanu bil miizaan yawm al qiyaamah kama jaa yuzanu al 'abdu yawm al qiyaamati fala yaziru janaha ba'udatin wa tuzanu a'maal al 'ibadi kama jaa fi al athar والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلة وحيري وحكم إذا عقيدتنا عقيدة أهل السنة والجماعة وحكم إذا إن الرمي والإيمان إن الرمي بالميزان ميزان يوم القيامة ما أنت قيامة ما أنت قيامة إلا كينا يميزان وميسام يو أعماش أطلع وميسام يو إن الرمي ويان وحساء الله هاي في رقائن كمسلمين تقيب كمذا ديدا ولوح إليه ميسان كو واحد جرماه وحلقه وضع عدالة بلقه وضع بليه لكن سيدة خصوص قصوة والشيء دوناي ميزان بالكين يا عادي أهب بالكين يا ميزان كاس قف كانوا ولا ميزان يا قف كميزان كلا صار يا سيدة عبد الله المتوسس أعماش قف كانوا ولا صار يا مركب واحد يرشيو من آخرنا من كورة رجعوا وشيو يجري وحجر والإيمان من الرمي بالميزان ميزان كيوم القيامة ما أنت قيامها إن ميزان جره كما جاء سلطة
يعني حديث تي كتبي قرآن خلا كتبي يوزن العبد أدونك ولا ميزاميا يوم القيامة ما نت قيامها فلا يزن بعد عدونته قف انت ميزان لساري وأن الله ميزان نقن جناح بعوضة قرب كان يعوب الله ميزان نقن ماي سمعت قرب كان يعوب الله ميزان نقن ماي بركة أدونك لسار ميزان وتوزن وحل ميزاميا أعمال العباد أدوم الله عمل كود الله ميزاميا كما جاء في الأثر سيدة كتمي أحاديثنا والإيمان به نهرم يوي وتصديق به نهرم يوي واسكمله والإعراض إن جيستو عمل رد ذلك عدة دارك عدة تري أحاديثنا نحبك مجران وهرد ذي أما ترميزان كوحبك مجرون قفك إساقا والقجي سنايا وترك مجادلته إن لقد تقول دوديسا إلا قف يعني قونت هذه له كؤوب يمو يعني انت اصل انت شيخ الى مركه دليلك مركه انا يقول الله سبحانه وتعالى قران كسوح كل ياهي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ايضا لوح كل ياهي ونضع الموازين القسط ليوم القيامه وحن دجيننا ميسامدي ميزان ياشي عداله دجيننا قيامه فلا تظلم نفس شيئا نفنا لقدر مما يحبى سمارتا آيات الله لهذا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون قفك ميزان كيسو خفيفة ما أنت قيامة آيات الله لهذا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية آيات كما أدى عن تلمامي كل وحي تسيان إن ميزان جرو ما أنت قيامة على اسم ميزاميو الميزاميو أعماشي قف كل يوم لما ميزاميو أعماشي لما ميزاميو بين تسيان قف كإن لما ميزاميو إن تان قف وجود من حديث كوت المامة يا إن ميزان جرو ما أنت قيامة نبي عليه الصلاة والسلام حديث كي حديث وسجلات لي هذا نبي عليه الصلاة والسلام يقول لي يا قف بالكين يا ما أنت قيامة ما كسوه حلاسينا يا وراقيسي sagaashan iyo sagaashan iyo sagaal waraaqood oo dambiga isku qoran yahay waa loo fidinaya mid walba waxa la agtahay meesha aragisu gaaro dambiga soo qoran waa sagaashan iyo sagaal wala fidinaya meesha aragisu gaara waraaq walba la agtahay subhanallah markaas uu yaabaya markaas waxa lagu leeyahay halaka amalun amal kale ma haysta halaka min khayr wax khayr ma haysta sagaashan iyo sagaal waraaqood oo mid walba la agtahay intaas oo kilometer الا اكتب له في دي فيقول مركاسو بخل يا قفكي لا يا ربي ما هي استوها اعماله وقوسنا يا مكو اركو سغاشن سغال وراقود ميدو با انت سو كيلومتر لاغت هايو قرتي سو ديت فيقول الله سبحانه وتعالى بو حكورنا يا بل لك عندنا حسنه انغا حسنه كو هينا انغا حسنه كو هينا ولا يظلم ربك احدا ربك عندنا من ظلمنا يا مك قيامي بالا تاغي هي لا إله إلا الله فتوضع حل رجايا لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله غفق أورنج ربو حل رجايا في كفة كفة وحل ميزانكم وكل بلق على لمن عليها مثل كمذا مرك لا إله إلا الله يعني حسنات كذي بوح الله صار يا ميزانك هل نعوك مذا صار يا وتوضع هذه السجلات وراقها سجاشن سجالك ومثل بهال كيلومتر كبدا لا يكتهي ودنوب تانا وحل صاريا كيك الله صاريا تمرت فترجح بهما لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء وحر عصلاني صح كي صار لا إله إلا الله تمرت مرك إن الله بدي ورجل لا إله إلا الله فوائد سلي هذا ما أنت قيامها إنه ميسان كوبته بكنس حديث مرة قط صايا قيامة ميسان جروه الله أعماش على ميزامي مكين لهم أيوه ولا مرة واحد نري أفكر واحد يسأل ميزامي شيخنا وحده يري يوزن العبد يوم القيامة أدون كله ميزامي مالت القيامة ميزان لصاري حق الله كان تاسيرا نبي عليه الصلاة والسلام حديث بيقول كل يا يؤتى بالرجل العظيم السمين من وين وقورا وعيرا بل كان يا قيامة وحرام كسب الكل مركبنا الله تلمام عظيم السمين وقف حرام سعود جوية waxa la keenaya qof weyn oo buuran ba la keenaya maalinta qiyaamaha fala yazinu
ميزان كما كلا صاروا لم ميزان نقول ما يو عند الله الله أكثى جناح بعوضة كان عدا بالك هذا كان عدا بالك هذا لم ميزان نقول ما يو حالا قولا مكة وحاقيا مرة أفقع سبح مكة ضد كان ولا ميزان يا قيامها سيد علماء تمامين أعماشنا ولا ميزان يو وحق لو كنت صايد ضد كلا ميزان يو عبد الله بن مسعود قرن إنسان يعني صحابي قاسي مالي مال ما كبر وفوله جد بفوله مركني وقوها مجد بلوغن بها لغها أي يرد بلوغنا لغيس وفوله مركن ميزان كي بفوله أحلى وفوله جد كي مركن لغيه بأركان عطلا وكقص له لغيس عطلا وكقص له نبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تعجبوا من دقة ساقيه كببكي ساعات هذا هلا يا بنينا فإنهما لبدا سوغوت أو أركيسان عاتداه أثقل في الميزان من جبل أحد ويكعل إسبديه ما أنت قيامها مركب ميزان كلا صاروا جبل أحد جبل أحد وتقان سويت لي عارف يعني مشكلة لا تتجي بقرناء المدينة نور كيلومتر ويكبر جسم مثل سمع الله جيا ذكر نور هذا ينتهى ورئيس جس مركب في الله هاي لبدا يسلو عبد الله المسعود بوحي كعل إسبديه ما أنت قيامها بورت أحد مركب ميزان كلا صاروا حديث مرفوع صار مركب حي إن ليس ميزان مالت قيامة مرك ميزان كلا من قفك أو السنة هي وإن أجادا إن هو ميزان يعني ميزان جل مالت قيامة لأن معتزلة هي جهمية هي بديدا شيعة هي بديدا واحد تاك درن شيخ يرى هذا سيد قطب وقرن إنسان كل كتب كتب دم قروارة سو مصاريف وها يعني سو رواني من جل معاصر وها سو وحب أنك سيني هي ميزان كان هو أنكري رؤية الله سبحانه وتعالى إلهي الأركا يكتب تسك قرين أي مارت أكري مرك إن لا آمنوا ويقفوا إله سبحانه وتعالى قيامه إلى أركاي مؤمنة أركايا ضدك إن لم يسامعوا أعماش إن لم يسامعوا أنت مركو شيخ شيخ وحيري والإيمان به وإن لرميه والتصديق به إن لرميه والإعراض إن لججستو عمن رد ذلك عدي أركا ديده عدي تراد ميسان مجرى قيامه أما حديث ديده وإن لججستو وترك مجادلته يعني إن لقتغو دوديس إن لقتغو ولقى مارما يدنا فقرضك حكتوى قامت وقدرنا إن شاء الله تعالى وحيري إن الله يكلم العباد يوم القيامة وأن الله وحكم إذا قفك أهل السنة هي إن اعتقاده أو رميصاده أن الله الله سبحانه وتعالى يكلم الله الليا العباد أدومضى يوم القيامة ما أنت قيامه الله الليا ليس بينهم وبينه ترجمان لإراده سانو الله خير قفوا إلهي سبحانه وتعالى وحول الله الله يا قيامها دوم الله الله يا ليس بينهم وبينه يجي يا الله ومرده حيو ترجمان وحترجمانه والإيمان به والتصديق به تان قف كلهم يوين ما أنت قيام إله والله الله يعني قل ديدا كلام الله سبحانه وتعالى ورجل تيدا كم إذا في رقاه المسلمين تان إلهي سبحانه وتعالى عدنا الله ما هذا الله سبحانه وتعالى هذا الملح كلام ملح وآيات عرنيسة وكلم الله موسى تكليما يوم تقالنا بيديد جرين وتحريفين جرين واحد جري تاس وتحريفين وايين لكن آيات كلا واحد جرتي فلما كلم موسى ربه ميشا وحبيري يعني موسى حضل بكالجان لكن آيات دعنا واحد شيء وكلم موسى قول الله الله وكلم موسى وكلم الله موسى تكليما يعني الله يقول الله 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 وقضيه وفاعله عيد هذا شويه وكلم الله موسى عيد الله هذا ويه تكليما مركا ان لو غادو ويه الله سبحانه وتعالى كلام بس صفه كمل صفات الله سبحانه وتعالى صوت الله الله وورد الله سبحانه وتعالى مركا شو يقول يريد ان لو بسناده ويه ان الله سبحانه وتعالى قيامه الله الله يدك الله الله حيث أدلنا مرة أنت ما شوف نور شيء أدلنا فيهن وحكم إذا القرآن قال له عليها ويوم يناديهم أين شركائي إلهي سبحانه وتعالى ما أنت أقوله واقعي ذاتك مشتركين تاح أين شركائي أو هو يعني واحد لو ذا ججرت أو صنمي ذي مية مركب علماء ذو حلية النداء لا يقول إلا حرف وصوت رواق محن غنايا وعط ويا عطكم محن ليه صوتي حرف ليه وحق الله كمل النبي وحديث بحق الله هاي ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه قف إذا كان كمل مجره إلا سيكلمه وحق الله الله يا ربه رب يعني ما قلت ربه ويا
وأنا فاعل عند هذا يسوي قف إليك أن يكبد مجره إلا إلهي سبحانه وتعالى بالله هذا وحده حيانا مجرى وحده حيانا مجرى مركا قفك إلهي سبحانه وتعالى بونب رب حيا إلهي سبحانه وتعالى بالله هذا مركا تاسم الفميه يدنو والله مرمان مركوه يقول وأن الله سبحانه وتعالى يكلم العباد الضوء مضى إلى الله الله يوم القيامة معنى قيامها ليس بينهم أنود حين وبينهم يسقب يجي يسقب الله سبحانه وتعالى ترجمان وحوك الترجمة والإيمان به إلى الرمى يوي والتصديق به وأسلم دوية فغرضها ما قدره إن شاء الله تعالى وحو يرشيق مرك الإيمان بالحوض حوض كوحى الله يقامه وعيالك نبي إله سبحانه وتعالى سيوي وقال القرآن كسكو الشيقي إنا عطيناك الكوثر وحن قصينا كوثرك مرك وحو يري والإيمان بالحوض إلا الرمى يحوضك والإيمان إلا الرمى بالحوض أي وحي كم تهي ذلك لو يقع رسولنا والجماعة فهم كود عقدت الله حكمه إن الرمي حو إن جرى قيامه من قلته نبي قليه وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوض يوم القيامة ما أنت قيامها نبي حوض كان ليه هاي ونبي قوس ليه هاي ترد عليه أمته يقص أروريس أمديس وأنا تلام دون إن شاء الله تروح هذا الشخص نبي وأفر السنة يا حوض كاس عيل ويه بلركيس هذا الشيء يقول لي عرضه بلركيس مثل طوله بركيس وكلوية مرك أفجس وسلاجه مسيرة شهر ميل بالوصعده يعني عيالك أما حوت كنديك بلركيس قفك هذا ضعون الصعود قفك الراكب كأو فرس كسارني بالبوس عناي ده كله بالبوس عناي يعني أنت لقيه آنيته ويلاشيس ويلاش الوقع بيو كعدد النجوم السماء عرك حدقها كويا لا أنت ترل أجهن وكروي كوكب كوكب الوعبة يا واحد ترل أجهن عرك حدقها كويا لا على ما صحت به الأخبار من غير وجه سدى أخبار تقص حدي صح من غطي يعني قص عرورتي من غير وجه مرك أنت نروح كنت المام إلا للرمي يقفه النبي عليه الصلاة والسلام إلى سبحانه وتعالى وسيا حوض حوض كمان تقيامها dadka muuminiinta ah ku soo arooray oo ka cabaya laakiin waxa jiray doona sidee uu sheegay qolada laga leexinayo qolada soo aadaysa nabi oo dadka waraabinaya markaasa qoladii soo aaday baa laga leexinayo calaamadaha muslimiinta la ku yaala calaamadaha muslimiinta ama calaamaha wadna waxa maxaweeye sujuudii baa ka muuqata waa laga leexinayo dhinaca naarta loo kaxinaya nabiga kaleey salaatu wa salaam ilaahay buu dhawaaqay subhanahu wa ta'ala ashaabi ashaabi buliya wa ashaabtaydu ashaabtaydu weeyaan marka waxa lagu oranayaa ma garanaysid waxay ku soo kordhiyeen diinta markii ay ka soo faaruqday dadka ahlu bid'a ah ma aha kuwa ka cabay ceelka nabiga kaleey salaatu wa salaam dadka calaamada islaamka ka muuqda muslimiin ba yaani inay ba ka muuqataa laakiin ceelka nabiga waa laga leexiyay marka qofka muslimka ahi inuu rumeyo laga marmaan haw inuu jiro laga cabayo muuminiintu ka cabayaan maalinta qiyaama nabiga kaleey salaatu wa salaamna uu ka waraabinayo ballarkiisuna uu yahay meel loo socdo wuxuu isu jiraa in bil loo socdo ee koobkiisuna waxa weeyaan tiradoodu inta cirka xidigaha ku yaala ay tiro leegihiin ayu tiro leegihay wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam jazakumullahu khairan wa salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.